خلينا كده في الأول نبدأ نعرف الناس. احنا عندنا في هذا الصدد كذا مصطلح، يعني ايه الفرق ما بينهم؟ أولا موضوع التجنيس اللي احنا بنتكلم عنه اللي بتقوم بيه قطر دلوقتي وبتمارسه بشكل ممنهج، التجنيس الرياضي، حاجة اسمها التوطين، وحاجة اسمها الجنسية الرمادية. ايه الفرق ما بين الثلاثة؟ تمام، خلينا نقول في الأول إنه التجنيس هو إنه أنا بعرض على لعيب في أي لعبة إنه ينضم لي منتخب بلدي ويمثل منتخب بلدي في مقابل حاجتين. أي لعيب لما بيبحث عن التجنيس بيبحث عن حاجتين، الحاجة الأولى إما إن هو ملقاش الفرصة للتمثيل الدولي من خلال بلده فبيدور عليها من خلال بلد تانية تقدر إن هو تديله مساحة إن هو يظهر دوليا، تمام، نتيجة لأنه ممكن تكون بلده عندها يعني تخمة من النجوم مثلا أو تخمة من اللاعبين، أو الجزئية التانية اللي ممكن تخليه إن هو تدفعه إن هو يروح مسألة التجنيس إنه ما يكونش فيه إمكانيات مادية متوفرة ليه، فعشان كده بيلجأ ليه إن هو يروح يتجنس في بلد أخرى تقدر إن هو توفر له الإمكانيات المادية، توفر له حياة كريمة، توفر له كمان الإمكانيات اللي تساعده على التمرين وانه مستوى الرياضي يزيد. دي النقطه الاولى بالنسبه للتجنيس. النقطه الثانيه بالنسبه للمساله اللي هو الجنسيه الرماديه او اللي هو فكره انك بتشترك، فكره ان انت بيكون عندك جنسيه، زي مثلا انا خلينا نضرب مثال مسهله للمشاهدين، تمام. سام مرسي مثلا اللاعب المصري لعب مع منتخب مصر في كاس العالم، كان موجود على مقاعد البدلاء. سام مرسي اصلا اوريدي معاه الجنسيه الانجليزيه، تم ان احنا اتكلمنا معاه ان احنا نمنحه الجنسيه المصريه لان اوريدي ان هو عنده اصل مصري من خلال والده، ففعلا احنا منحنا له الجنسيه المصريه. هو هنا دلوقتي بقى معاه جنسيتين، يقدر ان هو يلعب في المنتخب الانجليزي، يقدر ان هو يلعب في المنتخب المصري، قدامه تو اوبشنز، انت اختار اللي انت عايزه، تلعب هنا ولا ممكن تلعب تختار هنا. اللاعب نفسه. بالظبط، ده موقف الرمادي، انت تختار تلعب هنا ولا تلعب هنا. وكذلك اي لعيب، يعني مثلا لما بنقول بواتينج مثلا لعيب مدافع منتخب المانيا، هو ليه اصول غنيه، شقيقه برينس بواتينج بيلعب مع منتخب غانا، وبواتينج بيلعب في بايرن ميونخ منتخب المانيا، فاحنا بنتكلم في شقيقين اللي قابلوا بعض في كاس العالم، حتى ده طب بيلعب مع اسمح لي في منتخب غانا. الجزئية دي، لو في لعيب معاه الجنسية الرمادية دي ممكن يلعب في بطولة مع منتخب ويغير بعد كده مثلا بعدها بفترة في منتخب آخر، ولا لا لا، ده هنا مش اللوائح مسموح؟ تمنعك، كل اتحاد دولي بيختلف في قوانينه عن الاتحاد الاخر. الاتحاد الدولي لكره القدم الفيفا بيمنع بمجرد ان انت شاركت مع المنتخب الاول في احد المنتخبات يمنعك من ان انت تنتقل للعب في منتخب اخر، آخر. ولكن لو انت معاك الجنسيه وما شاركتش هنا او ما شاركتش هنا مهما بلغت من العمر تقدر ان انت تختار ان انت تشترك في المنتخب ده او تشترك في المنتخب ده، وفقا لرؤيتك انت، وفقا لاختيارك انت، انت اللي بتحدد انت عايز تمام. تلعب لمنتخب طيب ايه.